مرحبا. إذا هذا رح يكون كمان فيديو عشوائي بحكي فيه عن أشياء عشوائية عشان أدرب على عربياتي، فإن شاء الله بتستفيدوا أنتوا كمان، إن شاء الله بتستفيدوا منه أنتوا كمان كشوية listening practice. فزي العادة بكون كتير ممنونة إذا النيتيف سبيكرز اللي عم بحضروا هذا الفيديو ممكن يصححوا لي أغلاطي. إذا اليوم حابة أحكي شوي عن language learning تبعي بآخر فترة. خلينا نبلش أول إشي بالعمية. إذا أنا للأسف من فترة تقريبا بطلت أحضر مسلسلات تركية لأني سمعت من كتير ناس إنه الترجمة كتير مرات بتكون كتير حرفية ومش طبيعية، فعن جد خسارة لأنه كان في يعني لقيت كتير مسلسلات اللي كان شكلهم كتير حلو وبشوق، بنفع كلمة بشوق هون. بس حاليا عم بحاول إني قد ما بقدر أحضر بس مسلسلات عربية ومش مسلسلات أجنبية مدبلجة بالعربي. مع هيك في مسلسل واحد كنت بنصه، يمكن رح لازم أكمله بغض النظر، اسمه زواج مصلحة. ما بعرف إذا حدا فيكم سمع عنه أو حضره بتنسمع غلط، حضره ما بعرف. مسلسل على الآخر نغش وبضحك، يعني في مواقف بتخليني أفقع من الضحك وبرضو مواقف بتخليني أبكي كتير. عن جد بنصحكم فيه. Yeah, I think that's right. على فكرة مرة كان عندي فضول أسمع أصوات الأصليين تبع الشخصيات بالتركي يعني، وبس سمعت صوت فتون انصدمت. يعني كان اشي فعلا فعلا غريب لأنه ما بعرف فجأة صارت شخص تاني، يعني ما كانتش الشخصية اللي أنا بعرفها وتعلقت فيها. ما بعرف كيف أشرح الاشي، بس إنه حاسي صوتها بالعربي بلبق شخصيتها أكتر، بلبق عفويتها أكتر يمكن. ما بعرف لما سمعت صوتها بالتركي يعني شوي خاب أملي صراحة. المهم إذا أنتوا عندكم فضول تعرفوا وين بلاقي كل هاي المسلسلات، في موقع اسمه الشاهد، رح أحط الرابط بالإنفو باكس. قسم المحتوى لازم تكون مشترك مدفوع عشان تحضره، وقسم إنه ببلاش إذا أنا مش غلطاني، أظن إنه أغلبية المسلسلات ببلاش أو أغلبية الأفلام لازم تدفع عشان تحضرها. بعدين بما يخص الفصحى، جديد اكتشفت موقع اسمه ميدان اللي هو تابع للجزيرة، بس بكون أكتر موجه للشباب أظن. فالحلو فيه إنه قسم كبير من المقالات لهم تسجيل صوتي، مش كلهم بس قسم كبير منهم. وبعدين في زي أفلام وثائقية عن مواضيع مختلفة، يعني مش بالضبط أفلام وثائقية بس ما بعرف شو أسميهم. بس المهم إنه إلهم عناوين بالعربي، ما بعرف إذا عناوين بتكون الكلمة المناسبة هون. بعدين بآخر فترة عم بحاول أنتبه أكتر للعراب لما بسمع أو بحضر أشياء بالفصحى. يعني أنا للأسف ولا مرة فعلا تعلمت العراب زي ما لازم، فدائما كان هدف عندي إني أركز أكتر على هذا الإشي وأقوي. بعدين صرت شوي أحضر يوتيوبرز بيحكوا بالفصحى. بما يخص اللغة الصينية، اللي بتابعني على إنستغرام بيعرف إني جديد بلشت أتعلم الحروف الصينية أخيراً بعد
فترة طويلة اللي ضليتني فيها أول حالي أخرى شوي أخرى شوي أخرى شوي رح بلش. أخيرا بلشت. هو إشي كتير صعب عن جد, كتير كتير صعب, بس أكتر إشي عم يشجعني إني أكمل هو إني بعرف إنه إذا بتعلم الحروف منيح, يعني إذا بتعلم كمية في كلمة عم أدور عليها راحت من بالي, كلمة معينة من الحروف, يعني رح يسمح لي أستفيد من كتير مصادر اللي عدم فهمي للحروف ما سمح لي أستفيد منها لحد هلأ. إشي كتير رائع بالصيني إنه تقريباً كل المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية إلهم عناوين بالصيني. بعدين أخيراً بلشت أتدرب على الحكي باللغة الصينية. ما بفكر إني ولا مرة اتطرقت لكل موضوع الـ input versus output in language learning, بس أنا بالتأكيد input learner, يعني أنا أكتر إشي بيساعدني إني أكتسب لغة هو القراءة والاستماع, يعني إني أتعرض للغة قد ما بقدر. بعرف إيش إذا يعني بالإنجليزي to expose yourself to the language, بعرف إيش إذا الفعل تعرض بنفع هون بالعربي. على كل حال أنا مش يعني من هدول الأشخاص اللي من أول يوم ببلشوا فيه يتعلموا اللغة دغري بصيروا يحكوا, يعني هذا الاشي بالنسبة لي مش مفيد. بس هذا الموضوع موضوع كتير بشوق, حابة اتطرق له بكمان فيديو. طيب يا جماعة, بتمنى انه عجبكم هذا الفيديو, فبشوفكم المرة الجاية. باي.